أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم. بداية أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، ونأمل أن يكون عاما مكللا بالنجاح لكل طالب يسعى ويدرس ويقوم بواجبه. في هذا اليوم اخترنا محورا وهو دراسة التابع، واخترنا التابع اللوغاريتمي ليكون محور هذه الندوة، برفقة الموجهة الاختصاصية نهلة مشرفي تربية دمشق والمدرس هيثم خلل أيضا تربية دمشق. نأمل ونرجو الفائدة من هذه الندوة، وبإمكانكم طرح الأسئلة أو أي تساؤل حول هذه الوحدة. في البداية لابد أن أجيب عن بعض الأسئلة التي تردنا على شبكة المناهج من خلال بعض الوحدات أو إعطاء بعض الوحدات بشكل غير مرتب وعدم ترتيب وحدات المنهاج، مما يؤثر سلبا على مردود الطلاب. فما هو الهدف من تدريس الرياضيات ما قبل المرحلة الجامعية؟ طبعا نتعلم الرياضيات لنتعلم أساليب المحاكمة المنطقية، لنتعلم التفكير المنطقي، لنتعلم أو نعلم الطلاب ونتعلم نحن تحليل المشكلات وتركيب حلولها. لغة الرياضيات هي لغة مشتركة للعلوم جميعا، ونهدف منها امتلاك الحد الأدنى من المعارف والمهارات والتقنيات الرياضية المفيدة في بقية العلوم، أو أن تكون ذخيرة مناسبة للانطلاق في التعليم الجامعي دون أن تحل محله. فالرياضيات هي حاملا لتعليم الطالب أساليب التفكير العلمي الممنهج، لأنها لا تتطلب الكثير من المقدمات، فلا يمكن أن ندرس الكيمياء دون دراية بالجدول الدوري للعناصر، ولا يمكننا دراسة علم التحريك دون دراية بالاشتقاق والتوابع الشعاعية. فمن هنا تأتي أهمية الرياضيات كلغة مشتركة لجميع العلوم. فتدرج الوحدات والمفاهيم وترتيبها بالكتاب هو شيء أساسي، وعدم إعطاء المنهاج بهذا الترتيب هو يؤدي بالطالب إلى حفظ المفاهيم، وهذا ليس من أهداف المنهاج العملية الحفظية. فمثلا أحدهم يقول: لماذا لا نضع التحليل التوافقي قبل الاحتمالات؟ وضع التحليل التوافقي قبل الاحتمالات هو يغير تماما بمفهوم الاحتمالات. هناك اعتقاد سائد وخاطئ وشائع، هو أن لا يمكن حل الاحتمالات أو مسائل الاحتمالات دون تحليل توافقي. فلو جرى أي تعديل على التحليل التوافقي سيكون حصرا بعد الاحتمالات لتغيير هذا المفهوم الخاطئ. الاحتمالات علم مستقل وليس له بعلاقة التحليل التوافقي أو نظم العد. هذا شيء أساسي. وكذلك بالنسبة للمتتاليات والتابع اللوغاريتمي والتابع الأسي، فهناك من يجزئ المنهاج ويقسمه، ومدرس يبدأ من نهاية المنهاج بالوحدات الأخيرة ومدرس يبدأ من البداية، فالنتيجة هي أن الطالب يبدأ بحفظ القوانين حفظ، وأيضا يسعى لحفظ المسائل حفظ. فهذا الشيء يضر بالطالب، ولا يمكن عليه، لا يمكن أن يفكر بمسألة جديدة. طبعا المنهاج راعى كل هذه الأهداف التي وضعت للرياضيات ما قبل التعليم الجامعي، وأتى بهذا الترتيب للغاية المرجوة، هي تعليم الطالب كيف يفكر. وأي خلل بهذه التركيبة ممكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية. تطور المنهاج ولكن بقي الامتحان دون تطوير كما يجب، فبقي قالبا، والطالب يسأل كيف يكون القالب. لا يجب أن يسأل، أو يجب أن لا يكون هناك قالب للامتحان. فعدد أنت درست منهاج وتخضع لامتحان دون قالب معين، توجد أسئلة، توجد تمارين، يوجد مسائل، يجب أن يكون في كل نموذج مختلف عن الآخر. اعتماد قالب معين فهو يؤدي أيضا إلى عملية حفظ، وهو
نحن ما نحصل عليه أن يتابع الطالب دراسته أو استمرارية دراسته بالتعليم الجامعي بعد أن يتعلم في المرحلة قبل الجامعية. فالقوالب هذه التي تحصل عليها في المرحلة القبل تؤدي إلى نتائج غير جيدة في استمرارية التعليم. فنأمل أن يعود الطالب للكتاب والمدرس أيضاً ولتدرج الوحدات كما هي. في البداية نبدأ بدراسة التوابع. هلا دراسة تابع لوغاريتمي كانت أو أسي أو كسري لجميع التوابع نفس أسس الدراسة. فأي تابع ندرسه كأننا درسنا جميع التوابع، أي وحدة تدرسها كأنك درست الوحدات، ولكن بشرط أن تكون فيها الأسس كاملة. فبداية نبدأ بالتابع اللوغاريتمي. هناك في التابع اللوغاريتمي خواص مهمة وأسئلة مهمة مطروحة بتكريسا للفهم، مثلا يجب على الطالب أن يطلع عليها من الكتاب. مثلا إذا الآن نهلة مشرفة، إذا بتقدمينا أمثلة على بعض القضايا الأساسية كيف طرحت بالكتاب وكيف يجب الإلمام بها من خلال الدراسة من الكتاب. تماما، يسعد أوقاتكم طلابنا. طبعا نحن بالنسبة لخواص التابع اللوغاريتمي مرق معنا أنه لوغاريتم جداء يساوي مجموع لوغاريتمي عددين، ولكن وضع أمامها شرط أن يكون كل منهما موجب تماما. فعلى الطالب الانتباه، هل يمكنني أنا تطبيق هذه الخاصة لن أ ضرب ب؟ هل هي دوما محققة؟ لن أ زائد لن ب دوما؟ طبعا لا، إلا بحال تحقق الشرطين أ أكبر تماما من الصفر وب أكبر تماما من الصفر. بالمثل بالنسبة للقسمة، مثلا ورد في كتابنا في فقرة التكريسة للفهم المساواة لن إكس مربع تساوي 2 لن إكس، وطلب هل هي محققة أيا كان إكس من R؟ طبعا الطالب عندما ينزل الأس من على إكس، هل إكس مضمون اللن؟ هل هي موجبة تماما؟ أم أنا أتصرف بشكل عشوائي؟ هل يمكن أن أكتب لن إكس تربيع مباشرة 2 لن إكس؟ طبعا هذا الكلام غير سليم إلا إذا كانت إكس موجبة تماما. مثلا لن ناقص 3 أس 2، إذا وضعنا ناقص 3 أس 2 أي أنها لن 9، هذا العدد موجب، فالمقدار هذا معرف. أما عندما أسقط الاثنين أستعمل الخاصة بشكل خاطئ فأكتب 2 ضرب لن الناقص 3، هذا يناقض ما تعلمناه ونكون قد كتبنا مساواة خاطئة. ومثلها الكثير، تعلمتم في الكتاب حل معادلات لوغاريتمية وأيضا المتراجحات اللوغاريتمية نفس الطريقة، كنتم تبدأون دائما بوضع شرط للحل قبل أي عملية حسابية، أي لا نبدأ بتطبيق الخواص قبل وضع شروط للحل. نلاحظ حتى في تدريبات الكتاب بداية الأسئلة كانت التركيز على شرط الحل، في الأسئلة التالية أعطي شرط الحل والتركيز على حل المعادلة، في الأسئلة السؤال الثالث أعطي للطالب أن يحل هو ويضع شرط الحل. فهذا التدرج مهم جدا. فالكتاب دائما يسير أو يأخذ بيد الطالب خطوة خطوة ويعلمه كيف يفكر في التمرين. أستاذ هيثم، إذا نطرح مسألة شاملة لضيق الوقت، طبعا 45 دقيقة، فبدنا نطرح مسألة ومن خلالها بنطلع نوضح أو نضيء على كافة أفكار الوحدة. إذا نطرح، ولكن قبلا بس تعقيبا على الموضوع، هذا يعني أن الطالب لا يحق له أن يغير بقاعدة التابع قبل أن يوجد منطقة التعريف الصحيحة. طبعا طبعا، لهذا هو السؤال، هل وخاصة عندما في موضوع الاشتقاق، عندما سأل الكتاب هل العلاقة صحيحة رغم أنه أعطى علاقة محققة، نعم، على R فهي خاطئة كانت، والعلاقة شكليا هي صحيحة، نعم، إذن بشرط معين هي صحيحة. إذن هنا النتيجة أنه يجب أن لا يتعامل الطالب مع خواص اللوغاريتم قبل أن يوضع الشرط. نعم، إذا بنكتب على الشاشة مسألة دراسة حزمة توابع. دراسة حزمة توابع، ليكن إن عددا طبيعيا، بداية الله، ليكن إن عددا طبيعيا
غير معدوم، وليكن اف ان، اف نون تحت، اف ان التابع المعرف على المجال، لا اف ان لا التابع، وليكن التابع، نعم ليكن التابع اف ان بدون اكس، وليكن التابع اف ان، ايوه المعرف على مجال من صفر لزائد لا نهائي وفق. هم بدنا نعرفه ونعرف الصفر عنده، لذلك بنحط اشاره مجموعه كبيره عشان نعرف. نعم اف ان اكس، اكس اس ان بلوغاريتم الاكس، طبعا اكس اكبر تماما من صفر، وصفر اف صفر، صفر يساوي عندما اكس تساوي صفر، عندما اكس تساوي صفر. الطلب الاول اثبت ان اف اشتقاقي عند اكس تساوي الصفر حيث ان اكبر او تساوي 2. ثم ناقش الحاله، ثم ناقش حاله ان تساوي الواحد. هذا الطلب موجود بوحدة النهايات، بوحدة الاشتقاق، بوحدة بجميع وحدات، بجميع التوابع طبعا، وموجود بالثاني الثانوي، وسؤال مهم جدا انه الطالب يتعرف على كيفية اثبات ان اف اشتقاقي عند نقطة معينة. اذا بنحل قبل ما نكتب الطلب الثاني، اذا بدك احسب اف فتحة ان وادرس التغيرات. وادرس التغيرات طبعا على المجال اي، لا فيك تسميه اي هني، ونظم جدول. طبعا الطالب مو ملزم يكتب اي عباره غير مطلوبه. الطلب الثالث اثبت ان جميع الخطوط تمر بنقطه ثابته اي بالاضافه الى المبدا او. الطلب الرابع اثبت انها ان جميع الخطوط تقبل مماس مشترك في A. كافي كافي، ما في داعي، المهم بنكمل فيما بعد. اذا نوجد الطلب الاول، الطلب الأول دراسة قابلية اشتقاق عند نقطة. بس أريد التنويه أن بعض الطلاب يخطئ فيحسب اف فتحة اكس ويعوض فيها تلك النقطة. طبعا هذا الحل غير سليم نهائيا. طبعا لا، راح يوضح الأستاذ، حط اللون اللي بدك تختاره. نعم. إذا المطلوب الأول إثبات أن F اشتقاقي عند X يساوي صفر وإن أكبر أو تساوي 2. معدل التغير، إذا نوجد معدل التغير سميه KX، KX كسر و FX طبعا لإن، أنا دائما بحط الكسر بعد اليساوي قبل ما أكتب. يلا ناقص اف صفر على اكس ناقص صفر كي اكس، كان وهو كي اكس كي
غير اللون. نعرضه على اللابتوب بس بدنا نكتب الحل. اضغط مني خط الكسر. حط خط الكسر اول شيء. هو اكس اس ان اس ان لان اكس اكس ناقص ناقص صفر صفر, صفر. تعريفا صفر على اكس ناقص صفر يساوي فورا اذا يساوي اكس اس ان لوغاريتم اكس على اكس وهو يساوي اكس اس ان ناقص واحد فورا اكس ان ناقص واحد اكس ان ناقص واحد لوغاريتم من اكس. نحسب نهاية هذا المعدل عند الصفر. هلا في حال طلع عدد حقيقي فهو قابل للاشتقاق، في حال طلع لا نهائي زائد او ناقص لا نهائي فيكون غير قابل للاشتقاق. موجود على اللابتوب طبعا. نعرض الحل. إذن ليميت ماشي ولو كان خط رفيع ماشي. إذن ليميت اكس اس ان ناقص واحد باللوغاريتم الاكس بمعنى نهاية كي اكس معدل التغير. هلا هون بدنا نناقشها، هي بالاصل حالة عدم تعيين هون. إذا نكتب على جنب اكس بلن اكس عند الصفر، هاي المبرهنة اللي بدنا نستخدمها. اكس لن اكس عند الصفر، اكس لن اكس، اكس اس على الصفر تحتها بلا لن يساوي الصفر. هل يمكن كتابة تجزئة هذا المجال؟ اذا نحتاج اكس من هنا. نعم فيمكن كتابة اكس اس ناقص 2 نعم نهاية اكس اس ان ناقص 2 باكس لن اكس bx لين x بالتعويض، ولأن نهاية x بالوارد من x هي صفر ونهاية x اس n ناقص 2 هي صفر، إذا الجواب صفر فالناتج سيكون صفر ينتمي وهو يوم. عدد حقيقي. إذا f n اشتقاقي اشتقاقي عند الصفر في حالة وذلك نعم من أجل إن أكبر أو تساوي 2. معلش هلا إذا بنسأل عن سنهلة ليش اخترنا إن أكبر أو تساوي 2 واستثنينا حالة الواحد؟ الآن إذا عوضنا إن واحد مثلا سيصبح التابع إكس لن إكس فرعه نعم. الأول إكس لن إكس، إذا درسنا قابلية الاشتقاق إكس لن إكس ناقص إف الصفر وهي الصفر على x ستختصر x مع x يبقى لن x نهايته عند الصفر هي سالب لا نهاية فهو غير اشتقاقي عند الصفر. إذا عندما n تساوي الواحد فإن f واحد x هو x بالوارد من x وعليه فإن kx شو بيصير؟ kx يساوي x بالوارد من x طبعا هنا مع x. f عند الواحد اف الواحد عند الصفر هو صفر اذا على اكس ويساوي لوغاريتم اكس نهايته وعليه فان نهايه كي اكس وهو نهايه لوغاريتم الاكس عند الاكس تسعى الى الصفر طبعا بقيم اكبر هو سالب لا نهايه. ليس بالضروره انا ماني مع كتابه قيم اكبر لما بنكتب عند الصفر وخلص عند الصفر. نعم أي يعني نحن موضحين انه بقيم اكبر من اصل من اصل مجموعه التعريف تمام. يعني هي ما انا خاطئه استاذ بس انه مكتوبه غير معرف من اليسار نعم يعني هي طالما مكتوبه نحن ما في داعي نلزم الطالب بكتابه هاي الاصغر والاكبر الا اذا كان مجالين تساعده في الرسم الا اذا كان في مجالين يعني عشان نتعلمها
انه نحن طالما المجال مفتوح من صفر للا نهايه فاكسس على الصفر بدون اذا ناقص يعني وجودها ليس غلط لكن عدم وجودها يساعد في رسم المقارب الشاقولي من جهته يمين او يسار مهم اشكاليه القصد نعم هلا حاليا صار عندي سالب لا نهايه شو يعني اذا اف واحد غير اشتقاقي عند الصفر عند الصفر شو يعني ذلك كتفسير هندسي انت نهلا حسب المنحني التابع يقبل مماس شاقولي أو بشكل عام نصف مماس أو مماس شاقولي حسب التابع بشكل عام إذا في هذه الحالة التفسير الهندسي هو مقبول إذا نتج زائد أو ناقص لا نهاية بشكل عام إذا طالما غير اشتقاقي هنا حالة مماس شاقولي نعم الصفر هو مماس شاقولي أو نصف مماس شاقولي إذا كان اشتقاقيا سيقبل مماسا ميله تلك ذلك العدد الناتج نعم هلا الطلب يعطيك العافية الطلب الثاني راح يكون احسب الفتحة ان احسب اذا كان مطلوب حساب المشتق نعم الفتحة ان على المجال مفتوح طبعا على اي على نعم اي صار على اي اللي هو على اي اللي هي انذكرت دائما نعم صفر زائد لا نهاية عشان ما عاد نكتب هاي هي ميزة الرياضيات انه نختصر ونرمز إذا لدينا F إن هو X أس إن بلوغاريتم X وعليه فإن F فتحة X من أجل إن أكبر أو تساوي 2 هي مشتق الأول بالثاني زائد الأول بمشتق الثاني مشتق لوغاريتم X هو 1 على X إصلاح وبإصلاح العلاقة بسهولة نجد أنها n بx n ناقص 1 لوغاريتم x زائد x n ناقص 1 أيضا في إصلاح هنا في اختصار نعم. ويمكن إخراج عامل مشترك وهو x n ناقص 1 وسيكون الناتج النهائي هي x أس n ناقص 1 ب n لوغاريتم x زائد 1 نحن دائما هون ما طلبنا تغيرات طلبنا فقط المشتق هذا هو المشتق طبعا لدينا مشتق عند الصفر هو الصفر أكيد لأنه هو معرف هنا عند الصفر نعم نحن معرفينه على الصفر على فكرة يعني التابع هنا معرف فوق من الصفر للزائد نهاية مفتوح ولكن لاحظ هنا عرفناه عند الصفر وقلنا يساوي الصفر عندما ان اكبر او يساوي بس المشتق لا طلب من الصفر للزائد لنهاية المفتوح مو مشكله حاليا عندما يطلب دراسه التغيرات ما المقصود حساب النهايات اشاره المشتق الجدول في خطا شائع دائما انه الطلاب بيكتبوا اف مستمر واشتقاقي شو ممر معهم تابع آلية بدون اشتقاق اكتبوا احسن ما يروح لكم علامات لا مو صحيح اذا كتبت اف مستمر واشتقاقي بدك تحط بين قوسين ليش بدك تعليل هي تعليل الا اذا فاذا اذا انا هلا سالت لماذا هذا التابع اشتقاقي يعني خليني اضيف طلب اضافي لنعالج هذا الخطا الشائع اللي عم يمر معنا وخاصه بالاوراق بالتصحيح ودائما طبعا هو مجرد انه الطالب ما يوضعه دون معرفه اكيد الاستاذ عم يقول له اكتبها انت ما لك خسران شيء ما بيروح له بس انت عم تضيع له وقت وغير ذلك الاهم ان تعلمه ليش اشتقاقي حفظ بالضبط مثلا هذا التابع اذا قلنا علل اشتقاقيه التابع ما نفترض انت نظريا استاذ علل اشتقاقيه التابع على اي اذا تعليل الاشتقاقية حسب ما برهنا اشتقاقيته بالطلب السابق أنه طلع ناتج النهاية معدل التغير هو عدد حقيقي فهو اشتقاقي عند الصفر الآن نعم. هو جداء تابعين كل منهما اشتقاقي من الصفر إلى اللانهاية لاحظ اللن نعم. هو عبارة عن تابع مألوف كسير حدود واللن نعم. اشتقاقي تابع مألوف من تعريف اللن أنه هناك تابع وحيد معرف واشتقاقي على المجال من الصفر مفتوح لللانهاية وإكس أس إن تابع نعم. الكثير الحدود وجداء اشتقاقي إذن هو جداء اشتقاقي وهو اشتقاقي أيضا على اشتقاقي تمام. على المجال المغلق يعني مو بس على اي وهو اشتقاقي على المجال المغلق من الصفر للزائد لا نهايه ضمن من
صفر لانه عللنا اشتقاقيته لما ان اكبر، يعني لما بيكون اكس مربع بلن الاكس. يعني توابع اكس مربع لن الاكس هي اشتقاقيه على المجال من الصفر مغلق لزائد لا نهائي. فلما بنطلب مني علل اشتقاقيه تابعه على مجال مغلق، يجب دراسه الاشتقاقيه عند العدد الموجود بطرف المجال. اما اذا كان مجال مفتوح يمكن التعليل مثل ما عللت الانسي نهلة انه جداء تابعين او مجموع تابعين الى اخره، ممكن تصير نستفيد من ترتيب التوابع او خواص العمليات على التوابع. دراسة التغيرات حاليا، دراسة التغيرات اولا حساب النهايات، حساب المشتق اشتقنا وجدناه. طبعا هنا بدك تحط لي انه من الصفر للزائد لا نهائي مغلق جنبه من الصفر، لانه عرفته عند الصفر. فما في داعي لدراسته عند الصفر، عند الصفر الصوره. يعني هذه اللي بدنا ننبه عليها، حالات بسيطه جدا ولكنها مهمه. يعني في طالب ما يكتبها كثير وهي ما في داعي، طالما انا كاتب اف صفر يساوي الصفر خلاص ما عاد في داعي. إذا فقط ندرس، نعم. ندرس عند الزائد فقط عند اللانهاية. نعم. إذا الليمت، يعني ملاحظ أن الطالب ما يكتب كثير أسطر وصفحات وما لا داعي لها. لا داعي لها، هو كأنه ما يأخذ سيستم ما يحفظ أنه هيك من الدرس التابع. نعم. إذا نحن المطلوب نركز في المطلوب محدد والمعطى والمعطيات. نعم. إذا نهاية FN اف اكس عند اللانهاية هي لانهاية لان. طب شو رايك اذا لان لو ما قلك لان كنت بدي اقول لك بيروح علامات، بدنا نبرر او نعلل السبب. اذا هذا لانهاية ونهاية لوغاريتم الاكس ايضا لانهاية وحسب كافي هيك، كافي خلاص النهايات فهي لانهاية. كافي هاي، انا انت عللت استخدمت المبرهنات. لاحظ لو كانت اكس اس ان بي اس اكس كانت مقبوله. نعم. لانه بالكتاب جازة. بالكتاب قبلنا مبرهنات الاسي، ولكن اللوغاريتمي طلب برهانه، لانه الاسي هو تابع عكسي للتابع. نعم. اللوغاريتمي وماخوذ منه بالاصل، فبررت جميع او اثبتت جميع مبرهنات اللوغاريتمي واتاخذت مبرهنات الاسي بالتحصيل. نعم. فمثلا هذه العلاقه لو كانت اكس اس ان بي اس اكس عند الزائد لا نهائي من حقه يكتب زائد لا نهائي. باللوغاريتمي هون هذا التعليل عليه درجات مطلوب. التعليل. نعم. نعم. اذا بيبقى الكتاب هو المرجع وهو الدليل على كيفيه الكتابه واختصارها بانه اكتب المطلوب فقط ودقتها. نعم، الدقه في الكتابه. اذا اوجدنا المشتق في الطلب السابق، المشتق طلع اكس اس ان ناقص واحد بلن ان بلن اكس اكس زائد واحد، صح؟ هلا ينعدم المشتق. اذا لمعرفه الاشاره نحن نعدم المشتق. هلا بنحاول، نعم، جدول الجدول دراسه الاضطراد، نعلم انه اذا لا ينعدم ممكن يكون الاضطراد واحد، لذلك ينعدم المشتق. انا بتمنى ينكتب العباره هاي، اذا ينعدم، ينعدم المشتق الفتحة اكس يساوي الصفر عندما، عندما المقدار اما اكس طبعا كاملا. نعم. نعم نعم صحيح صحيح، كمل كمل. وعليه اما ومنه، نعم، اكس اس ان ناقص واحد يساوي الصفر، اي اكس يساوي الصفر. صورته صفر صفر واضحه هاي؟ نعم. وصورته حسب التعريف هي صفر صفر معطاة. نعم نعم. او ان لوغاريتم اكس زائد واحد يساوي الصفر، لوغاريتم اكس ناقص واحد على ان، لوغاريتم اكس يساوي ناقص واحد على ان، اكس يساوي، اذا اكس تساوي اي اس ناقص واحد على ان. هلا خوفا من انه تبين هاي اشاره سالبه، حطها فاصله، حطها نقطتين، حطها. نعم نعم. هلا صورتها لهي، اذا صورة نوجد صورة الصورة اللي استخدامها. نعم. في الجدول. نعم. اذا اف
اي اس ناقص واحد على ان نعوض فيه التابع المعطى مباشرة ان بتروح من ان اي اس ناقص واحد. طبعا حساب واحد على اي اس ناقص واحد ب قوس ناقص واحد على ان بإصلاحها نجد بسهولة أنه ناقص واحد على اي بي ان. الجدول والله هون فيك تحطه. الجدول طبعا انا عارضه على الشاشة اذا معروضه ممكن. اذا التابع معرف من الصفر الى الزائد لا نهائي ينعدم عند اي اس ناقص واحد على ان ينعدم المشتق وعند الصفر ايضا وعند الصفر وصورته عند الصفر صفر وعند الصفر صفر وصور لا الاشاره قبل 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 خلينا ندرس الاشاره. نعم. المشتق هنا هذا المشتق الاكس اس ان ناقص واحد زائد واشارته تماثل اشاره المقدار ان بلوغاريتم الاكس زائد واحد وان عدد طبيعي. نعم. وعندما ان وعندما اكس اصغر من اي اس ناقص واحد على ان فالمقدار سالب. حط اشاره سالب. اذا هنا سالب وهنا موجب. نعم. قادر الطالب يجرب الاي، قادر الطالب يجرب اي مربع، قادر نعم. الطالب يجرب مستمع. واحد على اي، يعني الاشاره ممكن ياخذها من لا ياخذها من النهايات. نعم. وهذا من الاخطاء الشهيره شائعه ايضا انه بياخذ بيعطي النهايات وبيطلع بيحط الاشاره ممكن يكون اخطا بالنهايه بيروح الجدول كاملا. نعم. فعند اللانهائي لا نهائي نعم. وهي فرصه ان يتاكد من حساباته. نعم. اذا متناقص وهنا متزايد. واضح انه اف الاي اس ناقص واحد على ان هي قيمه صغرى محليا. نعم. هون ممكن ينضاف طلب ما عدد حلول المعادلة اف اكس يساوي الصفر مثلا. هاتي نشوف كم حل. الحل الاول صفر. الحل الاخر في المجال الاخر حلان. حلان. اذا الى حلان في المجال الاول. اذا نحن عندنا اف عند الصفر تساوي الصفر قيمة كبرى محلية صغرى صغرى قيمة صغرى محليا. اف صفر صفر. صفر, صفر صفر صفر. نعم. قيمة كبرى محلية و اف عندما طالب مو ملزم فيها الا اذا طلبت. تمام. شو ممكن يكون المماس بالقيم بالقيم الكبرى او الصغرى؟ سيكون مماس افقي معادل دائما مماس افقي ميله صفر. واضح انه المشتقين صفار. إذا ستكون معادلة المماس عند الصفر هي واي تساوي الصفر وعند النقطة التي فاصلتها اي اس ناقص واحد على ان هي واي تساوي ناقص واحد على اي ان. هاي الطالب بيعرفها من قراءة جدول. وللمعادلة حلين يعني المنحني سيقطع محور الفواصل مرتين بالصفر و نعم نعم. هلا انا راح اظهر لهم على الشاشة الرسم. هاي الرسمة على اللابتوب. على اللابتوب عشان ما نرسمها على اللوح بدها دقة. طبعا هذا الرسم بعد الطلبات التالية المسألة. هذا الرسم نحن بدنا الخط البياني. لاحظوا انه بدأ من الصفر نزل للنقطة المحطوطة هون بي فيني كبرها. لاحظوا بدأ من الصفر نزل على البي اللي هي القيمة الصغرى محليا الخط الأخضر طبعا وتابع لزائد لا نهاية. إذا بالشكل نعم. الأولي سيكون لاحظوا أنه مثل كأنه جزء من قطع مكافئ أو شيء أخذ الشكل هذا. نعم. هلا الطلب الثاني. إذا طلب
الطلب الثاني أثبت أن الخطوط البيانية CN تمر جميعا بنقطة ثابتة A إضافة إلى المبدأ. هلا المبدأ معطية. نعم. تمر من A إضافة إلى المبدأ. من نقطة ثابتة A. نعم. ما أعطاها هو موضوع الظاهر بده نحن نوجده. إذا تمر من النقطة الثابتة A بمعنى يمكن وضع أو اختيار أي تابعين من حزمة التوابع، مثلا من أجل أن تساوي الواحد يمكن اختيار F1X و F2X مساواتهم وين بيتساووا؟ نعم إذا عند تساويهم سيمر المنحنيين من حل المعادلة. إذا نوجد حل هذه المعادلة طبعا من أجل أن تساوي الواحد التابع هو X باللوغاريتم X بينما X مربع لوغاريتم X F2 هو X مربع لوغاريتم X بجهة واحدة. بالإمكان إصلاح المعادلة إخراج لوغاريتم X بلوغاريتم X عامل مشترك وبحلها نجد إما X يساوي الصفر وصورتها صفر واضحة هاي نعم أو لوغاريتم X يساوي الصفر بمعنى X تساوي الواحد أو أيضا X ناقص واحد تساوي الصفر وهي نفس النتيجة X يساوي الواحد صفر واحد عند الواحد فإن F عند الواحد طبعا بالإمكان واضح إنه لوغاريتم الواحد صفر فما في داعي تعويضه بسيط جدا جوابه صفر بالإمكان تعويض إما بإف واحد أو إف اثنين طب هل هذا كافي يا أنسي نهلة نقول إنه جميع الخطوط بتمر الآن يجب أن يعوضها في بشكل عام في إف إن إكس إذن للتأكد إذن هنا فقط على المنحنيين سي واحد وسي اثنين والطلب يجب إثبات على أي إن والطلب أثبت أن جميع الخطوط البيانية تمر من نقطة ثابتة فشيء طبيعي أنه تكون هي مشتركة لجميع الخطوط ولكن يجب إثبات ذلك إذا نعوض إذا نعوض A التي فاصلتها واحد وترتيبها صفر في FNX فنجد FN واحد تساوي X واحد أس N بلوغاريتم واحد يساوي الصفر فهي محققة حتى لو حطيناها لإن زائد واحد تبقى النتيجة صحيحة نعم وكان إثبات تدريج ولكن بالتدريج. أصبحت هي نقطة مشتركة لجميع الخطوط البيانية النقطة هاي مشتركة لجميع الخطوط أثبت أن الخطوط CN تقبل جميعها مماسا مشتركا في النقطة A شو يعني تقبل مماس مشترك؟ مماسا مشتركا لها نفس النقطة ونفس الميل النقطة لدينا هي واحد النقطة A التي فاصلتها واحد وترتيبها صفر وعلينا أن نثبت أن لهما كل الحزمة لها نفس الميل جميع المماسات لها نفس الميل نعم. طبعا بالتعويض في عبارة المشتق لدينا F فتحة X X أس N ناقص واحد قوس N بلوغاريتم X زائد واحد نعوض A F فتحة الواحد نعم F فتحة الواحد واحد أس إن ناقص واحد بإن بلوغاريتم واحد زائد واحد وهو
واحد. تمام. إذا النتيجة لا تتعلق بN، فهو ميل واحد إلى بالنسبة إلى جميع المنحنيات. إذا جميعها لها مماس مشترك. كمان ممكن نشوفها على الشاشة. مرسومة ثلاث خطوط، خط بالأخضر سي واحد، سي اتنين بالأخضر، سي واحد بالأحمر، وجاما بالأزرق. ملاحظ أنه الخط المنقط تي هو مماس لجميع الخطوط ومار من A، أكيد هنا له نفس الميل ولكن يختلف بجهة الموقع من حيث جهة الانحناء. فلا نحن لا نطلب هنا دراسة وضع نسبي، وإنما فقط مماس مشترك للجميع. هذا بالنسبة للرسم. نرجع لتتمة الطلبات. الطلب اللي بعده مطلوب الرابع اكس ان فاصلة ام. لتكن اكس ان فاصلة النقطة ام ان، ام كبيرة ان، من الخط سي ان، يعني من الخطوط سي ان، والتي تحقق اف فتحة ما شاء الله اكس ان. لضيق الوقت بدنا نكتب الطلب الاخير بس، يساوي الصفر. اثبت ان ام ان، اثبت ان ام ان واقع على الخط جاما الذي معادلته، الذي معادلته. اذا بنشرحها شرح نظري. نعم، على جاما الذي شرح نظري سنهلا بين المشتق صفر لازم الآن يكون. الآن وجدنا منذ قليل طبعا جاما معادلته واي تساوي واحد على اي لن اكس. واي يساوي على الشاشة اي واي يساوي واحد على اي لن اكس. أيوة وجدنا ان المشتق ينعدم عندما اكس يساوي اي قوة ناقص واحد على ان، والتي ترتيب هذه النقطة ناقص واحد على اي ضرب ان. بتعويض بسيط في الطرفين نجد انها محققة. منعوض الواي ناقص واحد على اي ان ناقص واحد على اي ضرب ان. خلص طالما 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 هي قيمة محلية. هذا الطرف الاول. الطرف الثاني واحد على اي بلن اي اس ناقص واحد على ان. بحساب بسيط نجد التساوي. هلا انتهى وقت الندوة، لذلك علينا نكتب الطلب الاخير. الاخير الطلب الاخير نشكل تابع جي اكس طبعا من اجل ان من اجل ان 2 ايوه اكس مربع لن اكس. طبعا عرفنا هذا نقلي يا انسي نهلا جد جي فتحه اكس وجي فتحتين اكس وجي ثلاث فتحات صحيح بتطلع ضمنان جي ثلاث فتحات اكس. واثبت ان المشتق من المرتبه ان لجي استنتج ان جي ان اكس يساوي خط كسر البسط 2 ضرب ناقص 1 اس ان ناقص 1 ضرب ان ناقص 3 عاملي على اكس اس ان ناقص 2 ايا كان ان اكبر او يساوي 3. الشرط هذا مهم، ان اكبر او يساوي 3. هلا خطوات الحل. ايجاد الجي فتحه سهل، جي فتحتين، جي تابعين، وجي ثلاث فتحات. الاستنتاج يجب الاثبات بالتدريج. اذا انت يثبت بالتدريج طب الاثبات بالتدريج والطالب بوضوح خطوات نفسها خطوات اثبات التدريج ترميز اثبات صحه العلاقه من اجل ان 3 سميها نعم العلاقة. وبنفس الاليه التي اتى بجي فتحه وجي فتحتين يمكن البرهان من اجل ان زائد 1. شكرا استاذ هيصام، شكرا انسي نهلا. نتمنى الفائده للطلاب. التمرين طويل شوي ولكن شامل اغلب مفاهيم هذه الوحده، والى اللقاء في ندوه اخرى.